تعبناك يما في دواء أروح لك رغم كل المشاكل اللي عندكم بالبيت بقيت ويانا. روح ارتاح يما روح. شنو الحكي خالة؟ أكيد ما راح أروح لحد ما أطمن عليه وأحكي ويا الدكتور. أخوك جمال أكو أخبار عنه؟ ما نعرف عنه شيء بعد، بس على الأقل إنه صار عندنا أمل نشوفه أو يمكن نقدر نشوفه مرة ثانية. شام يقولون عليه قاتل وهذا راح يخبلني أني. أروم طلعوا أسر ياخذوا لي أشعة وفت شوية يحكيهم الطبيب. شام شلونك أنت؟ شلوني؟ اللي تشوفيني؟ تقول المريض؟ أي نعم. ممكن يشرحوا لي الحادث شلون صار؟ وقع تزحلق ووقع وضرب راسه بقوة. شو سكر بوله؟ أنا خالته وذولا بنات. وأنا أعز أصدقائه. أنتوا راح تقون هنا لحد ما يصحى المريض وناخذ إفادته، تمام؟ أنا راح أشيك على وسام. شكراً. هاي سويتي؟ وقع لو مو وقع؟ شكو إيش صاير؟ ما صار شيء مو ما صار شيء. أحكي لها أحكي لها. هو هيك هيك من راح يصحى راح يحكي كل شيء. أحكي لها. شو أحكي لها؟ قولي لي شو أحكي لها؟ أحكي يا يمه لا تخبليني في دوار واحد. إيش صار؟ إي ما صاير شيء يمه هيك صار بيني وبينه نقاش حاد. يخربط بالحكي معودة. يقول انت طلبتي الطلاق من عنده و... ايش بيك يمه ليش تطلعي لي هالشكل؟ هو ما صار شيء، قلت لك صار بيناتنا نقاش وسمعنا كلام وما ادري شنو، انا صرت عصبيه دفعته ووقع على راسه. ايش حيصير من يقعد؟ طلعوا من الغرفه. يلا خلينا نشوف. بشر دكتور شنو النتيجة؟ لا تخافون من شيء. التحاليل تبشر بخير، ما عنده أي إصابة لا بالجمجمة ولا بالدماغ. الحمد لله والشكر. بس احتمال يصير عنده فقدان ذاكرة مؤقت والفترة قصيرة بسبب الصدمة اللي صارت له. شنو يعني فقدان ذاكرة؟ ما افتهمت. يعني ماكو داعي تخافون، لما المريض يمر بهيج حالة يصير عنده فقدان ذاكرة مؤقت واحتمال ينسى الحدث نفسه أو ينسى يومه كله. ومرات تصير عنده انه يصير عنده فقدان ذاكره لفتره قصيره. ها دكتور بشر خو ما بيجي وسام. مثل ما قلت لمرته هسه اكو احتمال لهالشيء بس ما يطول، ولو المريض مضروب ضربه اقوى من هاي ما كان تفاعلت هيجي، بس مريضنا ما بيجي والامور تبشر بخير، كل اللي نقدر نسويه انه ندعي له يقوم بالسلامه. ان شاء الله. تسلم دكتور.